بعد ما شفنا سنيك بيك من الجزء الاخير من توايلايت ساغا، فريق العمل بسينما الزيكا رح ياخذ طيارتنا الخاصه وبسرعه نطير على بيروت تنرافق المخرج عبد الله الكعبي بزيارته. وبهالمقابله رح نتعرف اكثر على تحضيرات عبد الله لفيلمه الجاي عن فيلم ميكينج بالامارات وغيرها من المواضيع يلي بتعرفنا اكثر على هاليونج اماراتي فيلم ميكر يلي هو عبد الله الكعبي. The Philosopher كان من أبرز الأفلام القصيرة يلي تم إنتاجها بالإمارات بالسنوات الأخيرة. أكيد يا عبد الله ورك ورك وين ما رحت، إن كان بالإمارات بفرنسا أو بلبنان. هاي أنا عبد الله الكعبي وأنا في بيروت، عندي شوية شغل وسينما زيكا وراي وراي عشان يعرفون شو آخر نشاطاتي، فخلكم معانا وتعرف شو سويت أنا في الفترة الأخيرة. I want to change my life. The script is out of a novel, an Italian novel, and Abdullah took that film, he liked the story, and also it is interesting to restart again in your life, having nothing. So it is a parable of my job. اشتغلت على فيلم The Philosopher صار الحين سنتين، فمن سنتين أحاول أشوف شو الستيب اللي راح أخذه من بعد هذا الفيلم. أكيد هذا الفيلم عمل لي مثل ستاندرد اللي ما أقدر، I have to work on something much bigger or something that's more confident إني أعمله. والحين أشتغل على فيلم روائي، فيلم طويل. أنا في الستيج إني أكتب السكريبت، الحمد لله جانا دعم من أبوظبي، راح أصوره بعد في الخليج في الإمارات أو في عمان. فهذه أول مرة أشتغل على شيء عربي مع قضايا تخص المجتمع العربي. والسينما الإسبانية عندها تأثير كبير عليه، وخاصة المخرج بيدرو ألمودوفار. وياس أشتغل مع كاتب إسباني كتب لألمودوفار، نطور السيناريو مع بعض في المراحل الأولى. ليش أنا اخترت أن أشتغل مع كاتب إسباني؟ لأن أنا من أكبر المعجبين لأفلام بيدرو ألمودوفار، اللي هو دائماً يطلع المرأة بصورة قوية. فقلت ليش ما يكون في مثل انفيوجن بين ألمودوفار الكتاب اللي أعطوه روح لهذه الشخصيات في أفلامه، أشتغل معاهم عشان يساعدوني أني أسوي فيلم يتكلم عن قوة وشجاعة المرأة العربية. وفيلم الجاي استوحي من Spanish Music. تسمع الحين موسيقى إسبانية أكثر من كيوبا، هي أغنية ريميك لأغنية فرنسية Les Passants. Je passe mon temps à les regarder penser leur pas pressé dans leur corps lésé. وجاني من وراه الموسيقى هاي الانسبريشن للفيلم ياس اشتغل عليه. إن شاء الله رايحين على كان، إذا طورنا بالسيناريو يعني على الوقت الصح يمكن نعلن الفيلم في كان. هذاك المطعم وايد حلو، لذيذ لذيذ اسماطه، في فايد بوسترات افلام قديمه الزمن الجميل، فلازم تصير تجربه. واحسن شاورما نادين لبكي، فيلمها وايد حلو. الكعبي كمان عنده هوايه المسرح. انا اللي عايبني اكثر شيء في بيروت الطفره في عالم المسرح، فاحاول كل مره اجي هني ان اي مسرح المدينه واشوف شو عندهم جديد. فشكرا سينما الزيكا لان هم ذكروني اكشلي عن مسرح المدينه. في تعطش كبير من الغرب انه يشوفوا الوطن العربي بعدسه عربيه بنظره عربيه. كل ما اتلاقى اصلا مع ناس غربيين أقضي معظم يعني 90% أو 95% من الحوار أكون أتكلم عن الإمارات أو أتكلم عن الوطن العربي، عن مجتمعنا، أفكارنا، ديننا. فعندهم تعطش كبير يبغون يعرفون. فن صناعة السينما هو وسيلة، فالحمد لله أني أنا أكون عندي هالفرصة أن أستخدم عدسة الكاميرا لأعبر وأتكلم عن مجتمعي وثقافتي. أنا حضرت فيلم ظل البحر، كنت في البريمير يوم كان في أبوظبي.
فيلم جميل صراحة، فخور جدا في عمله نواف. عجبني simplicity of the story، يعني وايد كانت قصة بسيطة، قصة رومانسية. عمي شو أخباره؟ الحمد لله بخير. وأنتي شو أخبارك؟ كل هالمهرجانات اللي تحصل من مرة دعم حكومي أكيد هاي راح تخلق ميدان بعد هذه المهرجانات. يعني صار لهم يعني أطول واحدة هي مهرجان دبي اللي صارت 8 سنين، إذا تقارنها يعني بتاريخ سينما في مدن ثانية هم يمكن بغوا 50 سنة لما يوصلوا للي إحنا ياسين نوصله بهذا الوقت القصير. فالحمد لله في مستقبل، مثل ما تعرف يعني في الخليج دائما نعودون نكون رقم واحد، كل نحاول إن نكون في المرتبة الأولى في كل شيء، فإن شاء الله يوم من الأيام نكون في المرتبة الأولى في صناعة السينما. نصيحتي للشباب العرب اللي يبغون يكونون مخرجين أو يشتغلون في مجال السينما، أبغيهم يعرفون أول شيء إن في مجال السينما أو صناعة الأفلام في كذا شغلة، مو بس شغلة مخرج. المخرج ما يقدر يشتغل ولا شيء المخرج بدون العناصر الثانية والأفراد الثانية. يمكن واحد يكون عنده شغف إن art direction، إنه يعمل set design وكذا، فأهم شيء إنه يكون هنا فيلم set، يحاولوا شو ما يقدرون يعملوا short film أي شيء، بس بيعرف مكانه وين هو في فيلم كرو. وأكبر نصيحة إنه يتابعون أفلام، يعني كذا ما كل ما تطالع أفلام أكثر كل ما تكون أحسن كصانع. وكلمة أخيرة لكل مشاهدي سينما الزيكا. مرحبا، تابعوني على سينما الزيكا على قناة أبوظبي الأولى. عبدالله الكعبي. Thank you عبدالله.